الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. أيها الإخوة والأخوات، مع مثل آخر من الأمثال القرآنية العظيمة، ومع قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما، هذا المثل الآن، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لما كان التوحيد أعظم معروف في العالم، وكان الشرك أعظم منكر في العالم، وما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق ولأجل التوحيد وليعبد وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الحقيقة العظيمة، التوحيد أصل الدين وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والشرك الفظيع الظلم الكبير لا يقبل الله معه عملا. لما كان التوحيد رأس العمل الصالح ولب الإيمان وحق الله على العباد، لما كان حق الله على العباد وشرط قبول العمل، والشرك أكبر الكبائر وأعظم ذنب عصي الله به، كما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله أول واحد. هذا الشرك ضد التوحيد محبط للعمل. وقد قال ربنا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرك لا يغفره الله إلا أن يتوب منه صاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لما كان الشرك بهذه المثابة من الخطورة، بيّن تعالى مثل المشرك ونهى عن الشرك: فاجتنبوا الرجس، الخبث والقذر، من الأوثان، وهذه الأنداد والآلهة التي تعبد مع الله من دون الله، أكبر نجاسة في العالم نجاسة الشرك. قال تعالى: واجتنبوا قول الزور. لما نهاهم عن هذه الأشياء الفظيعة أمرهم بضدها، فقال: حنفاء لله، مخلصين مستقيمين مقبلين على الله غير مشركين به. ثم ضرب المثل للشرك ليبين خطورة الشرك، ضرب المثل قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن المثل لبيان فظاعة الشرك وخطورة الشرك وعاقبة الشرك وكيف يردي صاحبه ويهلكه. ولذلك قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. الذي يخر من السماء إلى أي هاوية ينزل وأي مهلكة يحل فيها؟ فكأنما خر من السماء، وأثناء خروره من السماء يحدث له أحد أمرين: تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهو خار من السماء ونازل من السماء ويهوي من أعلى إلى أسفل، هناك احتمال أن
تتخطفه الطير وهذه النسور والصقور وتقطعه بمخالبها وبمناقيرها، تقطعه وهو نازل، تستلبه، تمزقه، تذهب به. الاحتمال الثاني، لو ما تعرضت له الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فإنه سيذهب في مكان سحيق، الريح تذهب به إليه. هذا المشرك تسبب في هلاك نفسه، وهلاك لا مهرب منه، لأن الساقط من أعلى إلى أسفل كيف ينجو؟ ما له مهرب، ما له طريق، ما في لا 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 مسارات للهروب، ساقط من أعلى إلى أسفل، لا يملك لنفسه حيلة. إذا وقع هالك لا محالة، مزقته الطير أو عصفت به الريح وهوت به إلى مكان بعيد سحيق. في كلا التشبيهين تيئيس للكافر من النجاة، إن خلص المشرك هالك هالك، هذا معناه هالك هالك، نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وفيها لفتة جميلة في موضوع أن الإيمان والتوحيد في العلو والشرف في السماء، والمشرك يترك ذلك ويهوي إلى الحضيض لأنه ترك التوحيد. فشبه المشرك تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين، من سماء التكريم إلى مهلكة الأرض في الأسفل والآلام المتراكمة والرعب وهو ينزل ويهوي. طيب هذه الطير هل هي تمثيل يعني في المثل فيها ضرب المثل لشيء؟ الجواب نعم. ما هو؟ الشياطين. كأن الشياطين التي تؤز الكافر وتزين له الشرك عندما يستجيب لها ترديه وتكون سببا في هلاكه، كالطير التي تقطع لحم الذي يهوي هذا. طيب والاحتمال الآخر، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، الطير الشياطين وهذه الريح هوى النفس، لأن الإنسان هذا إما أن يرديه شيطانه أو هواه، فتكون الريح التي تهوي به في مكان سحيق إشارة إلى هواه الذي ألقاه. إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. وكذلك المثل فيه من البلاغة والبيان التمزق الذي يحصل للمشرك، يتمزق قلبه، يتمزق جسده، وتتقطع أنفاسه وهو يهوي. كان في التوحيد والإيمان في المنزلة العالية محفوظ مرفوع، والذي يترك الإيمان يهوي ويسقط ويكون عرضة للآفات والبليات والمهالك، تتخطفه الشياطين ويرديه هواه. ولذلك المعرض عن الإيمان لا يهنأ بعيش، بل متوعد بالمعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لا طمأنينة ولا انشراح ولا ينعم، ما تنعم نفسه.
ولو تنعم جسده لكنه يعيش في الداخل في شقاء، لأن قلبه في الشرك يشقى. فقلوب المشركين في جحيم في الدنيا قبل جحيم القيامة، وقلوب الأبرار في الدنيا في نعيم قبل نعيم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، في الدنيا وفي الآخرة. الحسن البصري رحمه الله استلمح شيئا من الآية في التشبيه هذا، قال: شبه أعمال الكفار بهذه الحال في أن تذهب وتبطل فلا يقدرون على شيء منها. يعني هذا السقوط من أعلى إلى أسفل والهلاك والاضمحلال للأعمال. فأعمال المشرك حتى الخيرية التي يعملها في الدنيا لن ينتفع بها يوم القيامة، لأن ما عنده أساس التوحيد. وقدمنا إلى ما عملوا معامل فجعلناه هباء منثورا، أعمال كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا، كرماد اشتدت به الريح. وأيضا في معنى آخر ذكره بعض المفسرين في هذا المثل، أنه مثل المشرك يوم القيامة بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا لضر، كالذي يهوي ويخر من السماء إلى المكان السحيق لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. وأيضا فهم بعضهم من المثل أن مثل روح الكافر وهي تخرج كمثل خروره من السماء في الشقاء والهلاك، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ورد في حديث خروج الروح فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. إذن هذه روح الكافر لما تصعد إلى السماء فتغلق دون أبواب السماء، ماذا يحدث بعد ذلك؟ تطرح روحه طرحا، وقرأ الآية. وهذا مثل عظيم يبين شقاء الكافر وألمه وعذابه عندما تطرح روحه طرحا بعد خروجها من جسده من السماء تهوي. نسأل الله أن يحيينا على الإيمان وأن يميتنا عليه وأن يحسن لنا الختام، والحمد لله رب العالمين.